بارك الله عليكم. الله يحفظك. الله يحفظكم. مبروك مبروك مبروك. الله يبارك. المباشر مرحبا بكم معنا في هذا البث ولليوم الثالث مشاهدينا ما زالت فعاليات موسم الشيخ الكامل مستمرة ومتواصلة وفي هذه الأثناء تصل أحد الطوائف العيساوية وكما تابعنا مشاهدينا متابعي قناة تي في والهدايا كما جرت العادة في المنهج أو كما يتتبع مريدي هذه الزاوية المباركة مشاهدينا متابعي قناة تي في وكما جاءت في عدد من توضيحات لعدد من الناس كما تتابعوا معنا مشاهدينا متابعي قناة تي في حضور قناة شوف تي في حضور أمني وكذلك
لرجال القوات المساعدة وعدد من المسؤولين اللي حاضرين هنا مشاهدينا متابعي قناة الدجلة. وطيلة هذه أيام أيام الموسم منذ يوم الأحد فكان صراحة العلامة المميزة لهذه السنة هو التنظيم المحكم هنا بالعاصمة الإسماعيلية مكناس، خصوصا احتفالات كانت مرافقة لذكرى مولد النبوي الشريف. مشاهدينا متابعي قناة تي في غادي نخليكم تستمتعوا بهذه الأجواء الروحانية هنا من العاصمة الإسماعيلية وبالضبط من ساحة الشيخ كامل. كما تشاهدوا معنا مشاهدينا Thank you.
انا غنبقى معاهم. رانا دابا نيس كنصور. والان مشاهدينا كما كنشاهدوا معنا الشرفاء والقيمين على الطريق كما جرت العاده الان الفاتحه وعلى المباشر مشاهدينا. آمين.
خدام الشيخ. امين. الله يشافيه الله يعافيه يشكر الحال ديالو الطيبه جميعا الخليفه والمغرب ديالو الله يحفظ بين الجموع الله يحفظ بينكم ويش الامور ديالكم المهم اللي مات الله يرحمهم معكم بني راشد نمشيو على قدمي وانتوميا الوفاء بالجود والكرم في دار الله غاصبين نمشيو على قدمي وانتوميا الوفاء بالجود والكرم الله لا اله الا الله الله يا مولانا تشرفا الى الله على سيدنا محمد على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم على سيدنا محمد على محمد وعلى آله وصحبه يا مولى محمد جمع يسقون السلام على المرسلين مشاهدينا متابعينا دائما وعلى المباشر كيفما شفنا كما جرات في كما كتابعوا معنا دائما وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناة التيفي هذه هي الأجواء الروحانية هنا بضريح الشيخ الكامل في هذه الطائفة العيساوية وهذا الحشد المهيب دائما مشاهدينا متابعي على المباشر رجال الأمن في هذه اللحظات كيقوموا بعمل كبير لكي تقام الآن في هذه الأثناء